يا اهلا وسهلا فيكم اعزائنا المشاهدين من جديد في اخر فقراتنا لهذا اليوم اللي يمكن تهم الكثير من ربات البيوت خاصه الموظفات، حيث يكثر في هذه الايام الطلب على المفرزنات الخاصه بشهر رمضان المبارك مثل السمبوسه بانواعها وورق العنب وغيرها من الاطعمه، وهي توفر على السيدات بشكل كبير الوقت والجهد في شهر رمضان المبارك خاصة الموظفات. وأيضا يعني ضيفتنا تخصصت بإعدادها للكثير من الأسر المنتجة وأصحاب المشاريع الصغيرة. خلونا نتعرف على ضيفتنا خلال هذه الفقرة، الأستاذة طفلة الحربي صاحبة مطعم النساء. يا أهلا وسهلا فيك أستاذة طفلة. أهلا فيك السلام. يعني أستاذة طفلة، في البداية أكيد هذه الأيام يزيد الطلب فيها على مفرزنات رمضان، ممكن نعرف مشاهدينا يعني إيش هي أبرز المفرزنات اللي عليها طلب بشكل كبير؟ احنا تعودنا دائما على المفرزنات، دائما تكون سمبوسة، بف، الكبة، ورق العنب والملفوف والأشياء هذه اللي سهل استخدامها، سهل قليها، سهل طهيها بسرعة يعني. نعم، بس أضفت أشياء ثانية للمفرزنات. أي نعم، أنا أضفت تجاربي الشخصية، أضفت أنواع، نزلت أنواع جديدة بالسوق في يوم ما كان نتوقع أنها تتفرزن يعني، بس أنا الحمد لله شكرا توصلت إلى طريقة أن نتوصلها. مثل إيش؟ في عندنا المكرونة بالبشاميل، المكرونة القواقع اللي هي محشية دجاج، اللي هي الشاورما تكون بالصينية، وأشياء كثيرة يعني. ممتاز، توصلت إلى ما شاء الله تنوعت المجالات المفرزنات اللي احنا نبحث عنها، والأشياء البسيطة من أشياء بسيطة يمكن أشياء كانت دسمة ونطبخها في اليوم. أكيد طبعا. طيب يعني ما شاء الله بحكم خبرتك كصاحبة مطعم نسائي، إيش هي أفضل مفرزنات، وهل توصين يعني مثلا بطريقة خاصة لحفظها؟ أكيد هي لها طرق خاصة الفرزنة، يعني مو بس إنه نسويها على طول ندخلها الفريزر وخلاص، هي لازم لها طرق ولها شروط ولها معايير معينة لازم نتبعها على أساس نحفظها فترات طويلة وتبقى عندنا الفترات أطول وبتحافظ على نفس النكهة ما تتغير ولا يتغير طعمها أو لونها. إيش أبرز هذه الطرق يعني والوصفات عشان نحفظها بطريقة صحيحة وسليمة عشان ما تخرب؟ أول شيء إنه يكون لها فريزر خاص فيها، ما تنخلط مع باقي الأطعمة الثانية، مع اللحوم والدواجن. أيوة. ثاني شيء ما نطلعها وتحفظ يعني تروح برودتها بعدين رجعها مره ثانيه الفريزر ترجع تتفرزن مره ثانيه، هذه من اكبر الاخطاء اللي السيدات يقومون فيها يعني، بحيث اني اطلعها يذوب عنها الثلج بعدين ارجعها مره ثانيه الفريزر، هذا مره تكون نسبه العفن فيها تكون كبيره مره يعني. طيب بصراحه يعني ما شاء الله عليكي كتستخدمين المفرزنات بشكل كبير واضفتي مكونات جديده لها وانواع جديده، كم مده صلاحيتها بصراحه يعني، وهل تحطون مواد حافظه فيها؟ لا طبعا مواد حافظه ما نستخدم فيها مواد حافظه. إذا استخدمت إذا تفرزنت بالطريقة الصحيحة وبالشروط المطلوبة ممكن تجلس معك لأكثر من سنة ما تتغير نهائيا. ممتاز، يعني ممكن تطول يعني مدة، بس سنة مو كثيرة يعني على مفرزنات يعني. طبعا لا ما هي كثيرة، إذا فرزن في بعض خصوصا عندنا الموظفات يطلبون المفرزنات بشكل كبير يعني، فيطلبون كميات يعني، ففي بعضهم يطلبونك، فسنة أنا أشوفها جدا وقت مناسب يعني، وقتها وقت قياسي حلو للمفرزنات. طيب لو تكلمنا شوي عن درجة البرودة، في درجات برودة محددة يعني لفرزنة الأشياء هذه المواد الغذائية؟ أكيد لازم تكون درجة الحرارة، درجة البرودة عالية جدا يعني. في الفريزر نفسه. بالفريزر يعني بصفة عامة. طيب من متى تستقبلين مثلا الطلبات، وايش هي اكثر الاصناف اللي تشوفينها مطلوبه هالفتره؟ طبعا احنا نبدا كلنا عارفين داخلين على رمضان وكذا، فاحنا نبدا استقبال الطلبات من شهر رجب، من بدايه شهر 7 نبدا استقبال طلبات المفرزنات. ممتاز، ايش هي ابرز الانواع اللي تجي طلب عليها وتركيز عليها؟ هي اكثر شيء ينطلب عندنا اللي هي السمبوسه بانواعها، البوف، الشاورمات، الكبة، هذه أكثر أشياء تنطلب عندنا يعني. ممتاز، طبعا أكثر زبائنكم يعني وعميلاتكم من الموظفين أو الموظفات عفوا. أكيد طبعا. طب ما في زبائن عندكم رجال؟ شلون؟ ما في عزابية مثلا يطلبون منكم؟ لا العزابية احنا نطبخ لهم طبخ كامل يعني. بخصوص انك صاحبة اول مطعم نسائي. اي نعم. طب مثل هذا المشروع، خلينا قبل نرجع مثلا للمفرزنات مرة ثانية نتكلم شوية عن مشروع المطعم النسائي. تفضل. كصاحبة يعني اول مطعم نسائي تقريبا هو في السعودية أو في الرياض؟ في الرياض. كيف كانت الفكرة؟ كيف جتك الفكرة؟ وايضا بالاضافة انك تسوين مفرزنات.
طبعا انا اعتبر نفسي اول من الاسر المنتجه، انه انا كنت اشتغل في بيتي، بس انه دائما كان عندي طموح عالي اني اطلع شغلي برا بيتي. ممتاز. فتكونت عندي فكره انه المطعم، طب احنا سيدات نشتغل في بيوتنا، ليه نبغى لنا مكان يجمعنا؟ فتكونت عندي هذه الفكره بحيث انه افتح المطعم والموظفات اللي يكونوا موجودات هم من الاسر المنتجه نفسهم. ممتاز. ايوه، فانهم بدل ما يصير يطبخون في بيوتهم، نجي للمطعم صاروا بنفس الوقت موظفات وهم عندهم خبره يعني في بيوتهم من قبل يعني. ممتاز. ففكره مشروع صغير تطورت الحمد لله والشكر الين صارت مشروع من المشاريع اللي انا اعتبرها الان متوسطه الحمد لله، واطمح ان شاء الله اني اكبرها اكثر واكثر باذن الله. يعني المشروع الصغير هذا كان عباره عن ايش؟ كان عباره عن مفرزنات في البدايه؟ لا، هو كان عباره انه انا اطبخ في البيت، أطلع وجبات وأطلع بالإضافة للمفرزنات. ممتاز. فأنا أطبخ يعني، عندنا في المطعم إحنا نقدم كل شيء، مو بس مقتصرين على المفرزنات يعني. فأقول لك إحنا بدينا فكرة صغيرة والحمد لله انتهت في المطعم، وإن شاء الله يا رب إلى تكبر أكثر من بإذن الله وتصل يعني لجميع الجماهير. طب لو رجعنا مثلا للمفرزنات، يمكن نشوف كثير من الدعاية والإعلان على سيدات البيوت يعني والأسر المنتجة اللي تسوي يعني وتقدم المفرزنات من رمضان. تشوفين يعني أن المفرزنات صارت من المشاريع الصغيرة الناجحة؟ نعم، أنا أشوف لها كذا وتنبأ لها إن شاء الله أشياء أكبر إن شاء الله يا رب. هي عندنا بالسعودية نقدر نقول المفرزنات منتشرة عندنا بالسعودية بشكل كبير أكثر من المجتمعات الثانية؟ أيوة نعم. ليش يعني الناس كسولة شوي أو كثرة الموظفين؟ لا والله مو كسولة بقد ما هي مشاغل الحياة. عارفة يعني السيدات في الفترة الأخيرة صاروا عاملات كثير، فما تلاقي الوقت أنها تطبخ وأنها تسوي، فأفضل شيء أنها تتجه إلى المفرزنات أو الأشياء اللي تساعدها بشغلها اليومي يعني. ممتاز. طب تشوفين خلال شهر رمضان مثلا ممكن يجيك طلب قبل المغرب مثلا؟ تجينا طلبات قبل المغرب، تجيك طلبات. طب كيف وقتها تكوني مستعدة مثلا تلبية طلبات وكميات كبيرة؟ نعم، إحنا مطعمنا ردي شغال طول النهار يعني. فإحنا مجهزين من قبل يعني، مجهزين في المفرزنات والوجبات، موجود المفرزنات وموجود الوجبات العادية. ممتاز. إحنا نطلع وجبات جاهزة، موجود عندنا مفرزنات بحيث انه بعض السيدات تطلبها على اساس انه ما تخرب وعلى ما توصل البيت وتقليها، فتكون متوفره موجوده معنا. ممتاز. طبعا المفرزنات هذا موضوع يهم الكثير من الساده المشاهدين بالتحديد النساء وربات المنازل. بايش تنصحين ربات المنازل يعني وتعطيهم ارشادات لحفظ وطهي المفرزنات؟ يمكن ما تكلمنا عن الطهي ايضا. ايوه، بما اني انا نزلت المفرزنات الجديده اللي هي عباره عن اكلات مطبوخه نص طبخه يعني، بحيث تدخل مده 20 دقيقه الفرن يعني، فانا انصحهم بانهم اول شيء يخصصوا مفرزنات فريزر خاص بالمفرزنات، يفرزونها صحيح، ما العلبه الواحده ما تاخذ اكثر من 10 قطع عشان ما تكون كمية كبيرة وبعدين نخسر واحنا نطلعها برا الفريزر. الأكل اللي نطلعه برا الفريزر يدخل على طول الفرن، ما نرجع مرة ثانية ندخله للفريزر مرة ثانية. وهذه أبرز الأشياء اللي تحافظ على المفرزنات فترة طويلة. ممتاز. طب بالنسبة للطهي الحين، لما مثلا يكون المفرزنات هذه مجمدة بشكل كبير أو نقدر نقول أنها مجمدة، لما تطلعها مثلا ربة المنزل من الفريزر المفروض تتركها مثلا لمدة معينة أو دقائق معينة تذوب الثلج أو تذوب مثلا في الميكروويف، أو لا على طول تحطه على النار؟ لا، هو لازم قبل استخدامها وندخلها الفرن تطلع تقريبا 15 إلى 20 دقيقة، وأنا أفضل أنها تطلعها بوقت أفضل من انها تدخلها الميكروويف. يعني انا اشوف الميكروويف عادي، بس انه انا افضل انه برا يطلع برا الفريزر مده 20 دقيقه وبعدين نرجع ندخل الفرن على طول. ممتاز. يمكن هذه اسهل طرق الطبخ يعني بالنسبه للمفرزنات. طب ايش هي نصيحتك في النهايه لاي واحده من الاسر المنتجه تتابعنا وحابه تبتدي مشروعها الصغير؟ اقول لها انها تثابر على اللي هي فيه، و دائما تخلي عندها طموح عالي، هدف لازم توصل له، وانها تفكر انها تطلع من البيت بدل ما تصير من الاسر المنتجه تصير صاحبه مشروع. ممتاز. مثل ما حضرتك ما شاء الله كنتي من الاسر المنتجه وصرتي صاحبه مطعم نسائي واول مطعم نسائي في الرياض للاستاذه طفله الحربي. اتمنى لك التوفيق بالتاكيد. شكرا لك. العفو حبيبتي، الله يجزاك. أعزائنا المشاهدين، بهذه الفقرة نكون وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم، على أمل اللقاء بكم غدا بإذن الله في نفس الموعد وأكيد مواضيع متجددة وتتمسون بألف خير.